طبقوا القوانين بحذافيرها. هذا اللي هو يطلب منكم دائما. والتعاضد بعضكم بعض. إن شاء الله على توجيه سموك طول العمر في محاربة الفساد وحماية المال العام. يعني الأخت مريم الحقين طول العمر استلمت بالوكالة وزارة المالية وقامت بجهد كبير طول العمر، والآن أمامها مسؤولية أخرى إن شاء الله في وزارة الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية اللي فيها الخطط التنموية اللي هي متابعتها طول العمر. والأخ براك الشيطان طول العمر يعني تدرج في وزارة المالية وعارف كل طبيعة عملها، وبهالمرحلة إن شاء الله راح يكون تنفيذا لتوجيهات سموك حماية المال العام واستمرار رفاهية المواطنين طول العمر وترشيد الإنفاق. والأخ محمد مشهري طول العمر أيضا في وزارة الكهرباء مهندس وتدرج وصل إلى وكيل الوزارة وعارف طبيعة العمل، وإحنا مقبلين على صيف إن شاء الله، يعني عارف ما هو الاحتياج الكبير في الكهرباء والماء هو وزملاء طول العمر وصيانة محطاتهم والاستعداد إلى موسم إن شاء الله قادم. التنفيذ لتوجيهات سيدي صاحب السمو راح يكون عملنا يعني لترجمة هذا التوجيه طويل العمر، وكل أعضاء إن شاء الله الحكومة عازمين على العمل الدؤوب لترجمة هذه التوجيهات إن شاء الله. أعمل فيكم يعني أتمنى إن شاء الله أن نجد بكرة أفضل من اللي بعده إن شاء الله.